إنها الملحمة البشرية. التي جمعت ملك الغجر العملاق تايسون فيوري والملاكم المتوحش ديونتاي وايلدر. بدأت بإعلان الحرب من وايلدر بعد هزيمته الأولى وقوله: أريدكم أن تحضروا نفسكم من أجل الحرب، كما ترون أنا أرتدي ملابس حمراء، أنا أبحث عن الدماء. لينتهي النزال بفوز صعب من تايسون فيوري على الوحش وايلدر بعد نزال يحبس الأنفاس، وذهب ليصافحه ليرفض وايلدر. أهلا بكم في قناة جوابك، نروي لكم اليوم القصة بالكامل وسر العداوة الكبيرة بين المقاتلين وأحداث المباراة الأخيرة وماذا قال تايسون فيوري بعد المباراة وتفاصيل أخرى كثيرة، فتابعونا. تبدأ العداوة برغبة من كلا المقاتلين للحصول على لقب بطل مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل، وعندما تقابل كلا منهما قال وايلدر: سأحطمك وسأقطع رأسك، بينما كان فيوري يستفزه ويحاول إغضابه ويقول: أمامك جولتين فقط لأقضي عليك. أقيم أول نزال بالفعل عام 2018، وبالرغم من قوة النزال وشراسة كلا منهما استطاع وايلدر إسقاط فيوري بالضربة القاضية، وكان فيوري يرد عليه بلكمات عنيفة أيضا، لكن انتهى النزال بالتعادل. وتمت إعادة المباراة مرة أخرى لتحديد من هو الأقوى. آنذاك كان لدى وايلدر سجل مخيف ب 41 انتصاراً دون هزيمة واحدة، بينما الوحش فيوري لديه 30 فوزاً بدون هزيمة. ويبدأ النزال الثاني. قام كلا منهما بإصابة الآخر بعدة لكمات عنيفة. كان نزالا ناريا وعنيفا جدا حتى جاءت الجولة السابعة، حينها تلقى وايلدر سيلا من اللكمات عند الزاوية. اضطر مدرب وايلدر رمي الفوطة معلنا انسحابه، وبهذا انتصر فيوري. فاستطاع ملك الغجر فعل ما لم يستطع أحد فعله في العالم، فحفر الهزيمة الأولى في سجل وايلدر النظيف. بعد هذه المباراة امتلأ الغضب في قلب وايلدر وطلب نزال العودة. هذا النزال الملحمي العنيف الذي يعد أحد أفضل مباريات الملاكمة، وأقيم لقاء بينهما حتى قال وايلدر: كما ترون أنا أرتدي ملابس حمراء، لذلك فأنا أبحث عن الدماء. ليرد عليه فيوري: الكراهية والغضب التي بداخله ستحرقه، لا أريد إيذاء وايلدر، أريد فقط هزيمته في القتال، وهذا ما سأحققه بكل سهولة. وبعد هذا النزال يجب عليه أن يعتزل الملاكمة ويعمل في أحد المطاعم. ويبدأ النزال الأسطوري، فدخل وايلدر بقناع وملابس حمراء إشارة منه على رغبته في سحق فيوري، بينما يدخل فيوري بعرض رائع، فكان يرتدي ملابس من الزمن القديم. يظهر الوحش وايلدر غضبه وعداوته الشديدة منذ البداية، فبدأ بالهجوم بتسديد العديد من اللكمات على بطن خصمه، وكان فيوري يمشي بحرص شديد، فكان يريد أن يرسله إلى النوم بضربة قاضية من أول جولة، ولكن انتهت الجولة الأولى لتبدأ الجولة الثانية. بدأ فيوري بتغيير خطته واتجه للهجوم، واستخدم جسده بإرهاق خصمه، فكان يمضي للأمام ويمسك بوايلدر حتى يسيطر على طاقته الكبيرة، وبالفعل نجح في ذلك. فعند بداية الجولة الثالثة انطفأت طاقة وايلدر إلى حد ما، ليوجه فيوري له لكمة خطافية مدمرة أسقطته أرضا وسيطر تماما على الجولة. لتبدأ الجولة الرابعة، ليتوحش وايلدر ويظهر قوته الحقيقية ويضرب فيوري بلكمته اليمينية الفولاذية ليسقطه أرضا، لينهض فيوري ليسقطه مرة أخرى في وسط حماس شديد من الجماهير، وكاد أن يفوز وايلدر، لكن فيوري نهض بصعوبة مرة أخرى ليكمل النزال. واستمر النزال بشكل ملحمي وشراسة بين كلا المقاتلين حتى جاءت الجولة الحادية عشرة، فيسدد فيوري لكمة يمينية قاسية جدا ليسقطه أرضا عاجزا عن الحراك، ليعد عليه الحكم ويفشل وايلدر في النهوض حتى يفوز ملك الغجر الوحش تايسون فيوري مثبتا أنه الأفضل. بعد النزال ذهب فيوري ليصافح يد وايلدر، لكن رفض أن يصافحه وصرح بعد النزال وقال: أنا الأفضل، اليوم حققت ما وعدت به ولا يوجد المزيد من الأعذار. فلتشارك برأيك في مناقشة الحلقة، لا تنسى الإعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد.